السلام عليكم ورحمة الله. موضوع فيديو اليوم والتلفاز من نوع سوني برافيا 40 بوصة LED به مشكل. قال لي الزبون أحيانا تظهر الصورة أحيانا لا، أحيانا تظهر الصورة وبها خطوط أو الصورة طاغي عليها لون معين إما أحمر إما أخضر. قال لي عندما تذهب الصورة أحرك التلفاز. الآن التلفاز موصول بالكهرباء، الإضاءة موجودة. قال لي عندما أحرك التلفاز على هذا الشكل، لاحظوا تظهر الصورة، لاحظوا ظهرت الصورة لكن بها الاحمرار. قال المهم عند تحريك التلفاز تذهب الصورة، ترجع يبقى على هذا الوضع. إذا سأقوم بفتحه وأرى ما يمكنني فعله في هذا العطل. غالبا سوف يكون أوساخ في الفليت كابل الذي يربط الشاشة مع التيكون أو كابل LVDS. المهم سوف نفتح ونكتشف، تابعوا. إذا هذا هو شكل التلفاز من الداخل. أول شيء فعلته لمست كابل LVDS. لاحظوا هذا هو التيكون، وهنا موجود الدرايفر ليد للإشارة. الدرايفر ليد فهو متصل مع التيكون، بحيث هذا التلفاز به خاصية يعني LED موشن أو الليدات، يعني تتحرك مع الصورة، يعني مع تغيير الصورة. إن كانت مثلا صورة بها يعني سوداء صورة بالكامل فالإضاءة تنخفض، يعني إن كانت صورة. المهم لقد شرحت هذا في فيديو سابق. إذا عندما ألمس التيكون، لاحظوا الآن التلفاز موصول بالكهرباء، الإضاءة موجودة، إضاءة الخلفية موجودة. لاحظوا الإضاءة تختفي عندما ألمس كابل LVDS. هيا اختفت الإضاءة، رأيتم؟ هي رجعت عندما ألمس. كما قلت التيكون له علاقة يعني مع الدرايفر ليد، يعني مع الإضاءة، بحيث إن كانت إشارة الصورة، إن كان الكابل به باد كونيكشن أو سوء اتصال، بحيث تلك الإشارة الصورة لا تدخل إلى التيكون بشكل جيد، فهذا يؤثر أيضا على الإضاءة. هي الآن منطفئة. المهم عندما أقوم بالتحريك تشتغل، هاي اشتغلت الآن، لاحظوا. وأيضا الصورة يعني تتغير ألوانها وتختفي. أيضا سوف أريكم، لاحظوا في المرآة عندما ألمس كابل LVDS، هيا لاحظوا الآن التلفاز شغال به يعني داتا أو صورة. عندما ألمس كابل HDMI لاحظوا تختفي الصورة، وأيضا حتى الألوان تظهر، يعني رأيتم الآن خضراء، لاحظوا عندما أقوم بالتحريك. المهم حل هذا المشكل فهو سهل، ما علينا سوى فقط تنظيف كابل LVDS. سأفصل الكهرباء، أطفئ التلفاز. إذا هذا الكابل نقوم بإزالته وتنظيفه، ننظفه جيدا، نظف هذه الأسنان وأيضا السوكيت الخاص به في التيكون، نقوم بتنظيفه وانتهى الموضوع. إذا أصدقائي تابعوا، إذا نأخذ الكابل على هذا الشكل وننظف بسائل التنظيف. أنا أستعمل سائل يسمى عندنا في المغرب بجوبيتر، ولقد يعني قلت لكم مصطلحه العلمي في فيديو سابق. سوف تجدون المصطلح العلمي تحت هذا الفيديو، هذا في صندوق الوصف. هذه الأوساخ هذه من فرشة الأسنان، صراحة ليست لدي غيرها الآن، موجودة في المحل. المهم على العموم لا مشكلة. هذه المادة فهي غير، ليست كالمادة الدوليو المذيبة للبلاستيك. المهم ننظف على هذا الشكل، وأيضا في التيكون. لاحظوا أنا أرى غبار الآن في داخل هذا السوكت، لا أعلم إن كان سيظهر. المهم الكابل السوكت فهو متسخ من الداخل.
إذن نقوم بتنظيفه أيضا بمادة جوبيتر أو المادة التي تنظفون يعني بها في بلدكم. إذن على هذا الشكل ونأخذ يعني الأداة على هذا الشكل ونمررها على الأسنان على هذا الشكل بلطف أصدقائي لكي لا تنكسر تلك البينات. هكذا وندخل الكابل نركب ونزيل عدة مرات على هذا الشكل. هكذا ثم نركب يعني الكابل وسوف أركبه من الجهة الأخرى وأجرب لكم. إذن لنجرب بسم الله. إذن التلفاز لقد أقلع الآن، الإضاءة موجودة. سأعمل نفس الحركة التي عملت فيها الأول لنرى إن كانت الإضاءة سوف تفصل. نلاحظ لا تفصل الإضاءة. لنلقي بنظرة على الصورة، هي الصورة موجودة. إذن سأضغط على القائمة لنرى القائمة لكي تظهر لنا الصورة بشكل واضح. إذن ها هي القائمة. سأحرك كابل LVDS لأرى إن كانت سوف تظهر ألوان يعني طاغية كما رأيتم في الأول. إذن الآن أنا أحرك كابل LVDS، أحرك الشاشة بالكامل. لاحظوا التلفاز الآن شغال بشكل جيد. إذن سأقوم بتجميعه. إذن لنجرب من جديد بسم الله. إذن التلفاز هو شغال، سأقوم بتحريكه كما فعلت في الأول. لاحظوا جيد الآن. إذن كما رأيتم يعني سبب المشكل كان فقط هو الأوساخ أو تلك الترسبات يعني الرطوبة تترسب على الكابل LVDS وأيضا السوكيت الخاص بكابل LVDS في التيكون بحيث أسنانه تتأكسد إن صح التعبير وتسبب هذا المشكل كما رأيتم. أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ولو بشيء قليل، وإلى الفيديو المقبل وشكرا على المشاهدة. مع السلامة.